السلام عليكم، ودائما مع عشاق القصص الواقعية وقصص بخويا. أولا عيد مبارك سعيد، تعيدوا وتعودوا بالصحة والسلامة لكم ولوليداتكم. العبودية وزمن العبودية في أمريكا. تخيلوا في وقتنا الحالي فتاة تتعرض للاختطاف وتجبر على باش تمضي على عقد عبودية، يعني غتولي جارية لشخص ما وما عندها حقها في حياتها. وهذا اللي صرا مع المسمى كولين إيستان 20 سنة. وإلا كنت من عشاق القصص ما تنساش تشارك قناتنا إلا كانت تعجبك هذا المحتوى. ما تنساش خلينا شي لايك وشي تعليق محفز، ولا يمكن لك تنتقدنا ماشي مشكل. نبدأ قصتنا. كولين إيستان هاد البنت، يعني بعد ما طلق والديها وهي في سن صغيرة، يعني ولفات تتعيش لوحدها، وحتى الدراسة ديالها نهاتها في الدراسة الثانوية، وتزوجت بواحد الشخص وهي في عمرها 17 سنة. ومن بعد فترة قصيرة يعني قدرت تطلق منه وبقات عايشة لوحدها، إلى حتى جا يوم 5 ماي من سنة 1900، وهو فاش انطلقت كولين باش تحضر واحد الحفلة ديال صاحبتها، يعني عيد ميلاد عند صاحبتها، وعرضت عليها باش تحضر هذه الحفلة. ولكن المشكلة كولين كتسكن في ولاية أوريغون، أما صديقتها كتسكن في ولاية كاليفورنيا، يعني مسافة 645 كيلومتر. وبما أن كولين يعني ما عندهاش المال الكافي ومولفة، يعني كتسافر عن طريق التوصيل المجانية ولا كيف كنقولوا الأوتوستوب، قررت باش دير هاد الطريقة رغم المخاطر اللي فيها، وبما انها 645 كيلومتر، يعني ماشي مسافة قصيرة. المهم خرجت للطريق، واول شخص وقف لها واحد الراجل كبير في السن اللي وصلها نصف المسافة. كذلك نزلت من عنده وركبت مع واحد السيدة اخرى، يعني واحد المرأة اخرى اللي وصلتها كذلك نصف المسافة، يعني بقى لها ربع المسافة. المهم خرجت للطريق من بعد، يعني وما بغاتش تركب مع بزاف ديال الناس لان ما تاقتش فيهم. وواحد الوقت وهي توقف واحد السيارة فيها يعني رجل ومرته وولدهم صغير، وهذا اللي خلى كولين تطمئن باش تركب معهم. هذا الشخص هو كاميرون هوكر 23 سنة، والزوجة ديالو جانيس 19 سنة، والطفل ديالهم 7 شهور. وكيف قلت هذا، يعني كولين شافت عائلة ما ظنتش في شي حاجة. وهما غاديين في الطريق يعني، ولاحظت كولين بأن هذاك الشخص كامرون كيشوف فيها بشي نظرات غريبة في المرآة. ولكن كيف قلت، بما أن عائلته معاه يعني ما شكاتش في شي حاجة. المهم ساقوا المسافة قصيرة، دازوا لواحد محطة الوقود، ومن بعد انطلقوا، يعني ساق واحد كذلك واحد المسافة صغيرة، وهو يخرج لواحد الطريق عامر غير بالتراب، كيف نقولوا خرج اللابيست. تماك استغربت كولين، ويعني سألت هذا ماشي الاتجاه ديال كاليفورنيا؟ قالوا لها يعني غادي نزوروا غير واحد المغارة الجية ومن بعد غادي نكملوا الطريق. المهم وافقت باش تكمل معاهم. من بعد واحد المسافة وفي الظلام، يعني وقف داك الشخص في جنب الطريق، نزلت مرته ونزلت معها الطفل الرضيع اللي ولدهم، ونزل هو وركب اللور وتجبد موس من عنده وحطو لها في رقبتها، وقال لها لما سكتيش يعني هنا غادي نصفي معاك. المهم استغربت هي من الامر وما قدت لا تقاوم ولا دير حتى شي حاجة. ناض كتفلها يديها وكتفلها رجليها، ودار لها واحد الصندوق صانعه هو، يعني صندوق كيتخشى في الراس، يعني دار لها صندوق وكملوا الطريق الى حتى وصلوا للبيت. المهم عيات ما تصرخ وعيات ما تغوت، ولكن حتى شي واحد ما قد لا ينقذها ولا يشوفها ولا يعرفها اش وقع. المهم وصلوا بها للدار، هبطها للقبو لاكاف، يعني داك القبو كله مدلين منه الطوالات من السقف، وكله عامر ادوات التعذيب. المهم نتكلموا على هاد
هاد جانيس يعني الزوجة ديال هاد كامرون. هاد المسمى جانيس يعني عاشت ولا كانت تعاني من مرض الصرع في صغرها، وهذا اللي ما خلاهاش يعني تكون إنسانة اجتماعية، يعني ما كتجتمعش مع الناس. وقتها كل واحدة إلى حتى تعرفت على هاد كامرون اللي كان وقتها نجار وكان معروف بسلوكه الشدودية، يعني واحد الشخص غير صالح. المهم يعني كيف قلت هاد الشخص كان شخص غير صالح بسلوكه الشادة وأفكاره الغريبة، وهذا اللي خلاه يعني تجوج بجانيس. وقتها كانت عمرها 15 سنة، وبما أنه كبير عليها بعض السنوات يعني قدر يسيطر عليها وقدر يخليها تدير اللي بغى هو، يعني هو اللي تيحركها هو اللي تيمشيها. بما كيف قلت كانت دوزات مرض الصراع وماشي إنسانة اجتماعية، يعني وعاشت هي وحيدة، فبما أن ما تلاقت مع هاد هوكر يعني ولات كتسمع غير أوامره. وبما أنها يعني صغيرة وعندها شخصية ضعيفة، قدر هاد الشيطان يسيطر عليها ويخليها تمشي كيف قلت تبع الأوامر ديالو اللي كيقول هو كتطبق وراه. يعني كان مسيطر عليها باش كتدير رغباته الجنسية وما كتعترضش، إلى حتى ولدت معاه الولد الأول اللي كان راكب معاهم في السيارة فاش اختطفوا المسمى كولين. كيف قلت يعني ما بقاتش قد على رغبته الشادة، فلهذا كيجيها بواحد الفكرة جهنمية. قال لها يعني بما أنك ما بقيتيش قد على هذا الشيء وغتقابلي الولد ديالك، فلهذا علاش ما نجيبش شي جارية، يعني هي اللي غتربي الرغبة ديالو الجنسية، أما أنت يعني غادي تبقاي في مكانك معززة مكرمة، ولكن طلبت الجنونية ديالو يعني غادي يستعملها مع الجارية. وأول ضحية يعني كانت هي فتاة صغيرة، أول ما جابها يعني ماتت بكثرة التعذيب، واضطروا باش يدفنوها هو والزوجة ديالو في الصحراء. أما كولين كيف قلنا فبعد ما وصل بها للبيت وهبطها يعني للقابو، جردها من ملابسها وعلقها يعني في السقف وبدأ كيجلد فيها، يعني وهي عارية من ملابسها، بدأت تتغوت. قال لها إلا ما سكتيش غادي نصفيها لك كي صفيتها الأخرى من قبلك. من سمعت داك الشيء تماك استسلمت لأمرها، يعني وبدا كيستمتع بالجلد ديالها هو والزوجة ديالو. ومن بعد فترة يعني جاب لها واحد صندوق صغير خشاها فيه وراسها بقى، يعني الراس ما كيدخلش، راسها زاد عليه يعني الصندوق الخشبي اللي استعملوا معها في الطوموبيل، يعني ما تقدرش تحرك الجسم ديالها كامل كله مشدود عليه. ورغم يعني توسلها ليه واستعطافها ليه، ولكن لا حياة لمن تنادي، دار راسه ما عارف والو. ومن بعد فترة يعني ارجع وخرجها من الصندوق وحيد لها الصندوق اللي في راسها وعطاها تاكل شوية وتشرب، وداها وعلقها عاوتاني من بعد، وبدا كيجلد فيها لمدة نصف ساعة هو كيجلد فيها ولا اكثر. عاود ردها للصندوق وبقات على هاد المنوال، يعني صندوق صندوق في راسها، الصندوق اللي داخله فيه بقوه وخمم تسعاش فيه، كيجبدها من داك الصندوق كيعطيها تاكل وتشرب شويه، عاوتاني الجلد لنصف ساعه او ما فوق، عاوتاني كيردها للصندوق، وبقات على هاد الحال هكايا. والغريب في الامر يعني تا الصندوق اللي دايرها فيه كيخشيه تحت السرير اللي كينعس فيه، يعني القبر في القبر. وحتى الاستحمام يعني كيخليوها تستحم مرة في الشهر، وبقى لها على الطريقة إلى حتى جات واحد الوقت وبدل طريقته في التعذيب، وهي الصعق بالكهرباء يعني والكي باش ما كان، يا بالسجائر يا بآلة حديدية، المهم بدل طريقة التعذيب ما بقاش الجلد. فالصندوق يعني راه كل نهار تبات فيه ومعظم وقت النهار يعني دايرها في ذاك الصندوق تابوت. ودازت شهور، المهم وهنا الشيطان قرر فين يكمل الخطة ديالو، وهو جالها بعض العقود، يعني
عقود عبودية، يعني انت غتولي عبدة ديالي ولا ما مضيتيش على هذا العقد ولا ما استسلمتيش لأوامري. فيعني كاين هناك واحد الشركة ديال العبيد هي اللي مكلفة بهذا الشيء، فغتنتقم منك ومن عائلتك، لأنها شركة يعني عندها نفوذ وسلطة في الدولة، ورغمها على التوقيع يعني بأنها ولت جارية ديالو يدير فيها ما يحلو له، يعني يبيعها يكريها يقتلها يدير لها شنو ما بغى، فهي ملك له. ولا اعترضت ولا هربت ولا شي حاجة، فرها مراقبة من طرف الشركة ودائما غتلاحقها وتلاحق عائلتها. فلهذا استسلمت الأمر ومضات وتيقات هذه الشركة، يعني بأن هذه الشركة العبيد موجودة وغتقدر دير ضرر بها وبعائلتها. ودازت 3 سنين على هذا الحال، يعني ومني بدأ كيتأكد بأنها ولت مطيعة له 100%، بدأ كيخليها يعني الوقت طويل برا الصندوق، ويعني ولت عايشة بحال شي خادمة. يعني تجيران شاهدوها وشافوها شحال من مره، وملي سولوا مرتو قالت لهم هذيك يعني وحده من العائله ديالي وجات تعاوني يعني في البيت وتربيه الطفل، لانني لقيت وظيفه جديده. وهاد الكذبه يعني صرات حتى على الجيران، تيقوا بانها وحده من العائله ديالها. والغريب في هاد القصه وهو ان كامرون هوكر غيقدر يمشي مع كولين لعند عائلتها. تخيلوا انتم يعني خاطفها وهاد العذاب كامل وهادشي كامل وغيمشي معها لعند العائلة. بالفعل مشاو عند عائلتها وقدمتوا لها بانه يعني الخطيب ديالها، وقررت تعيش بعيد وتعيش معاه. يعني الغريب في الامر بان حتى الاخت ديالها خدات لهم واحد الصورة وكيبين بان يعني زوجين سعيدين. هذا هو الاحمق بعينه، وخا لاحظوا يعني بانها ضعافت وكيبان عليها الهم، تيقوا بان هادشي حقيقي وبان هذاك الزوج ديالها، وما خلات لهم لا هاتف ولا عنوان، لانها كانت مهدده من عند هوكر وهو تيقول لها بانك دائما انت والعائله ديالك مراقبه يعني من عند شركه العابد. فهذا اللي كانت يخليها يعني متيقة هذا الشيء، كتقول هذا الشيء راه بالصح. ومن بعد مدة يعني ولا كيعطي الاهتمام كبير لهاد كولين، ولا كيخلي لها الحرية المطلقة، ولات كتخرج وقدر يعني يوجد لها وظيفة، قلب لها على خدمة في واحد الفندق واحد الوطيل. ولكن يعني الراتب الشهري ديالها كان تيستولي عليه كامل. وهذا الاهتمام اللي يعني اللي ولا مهتم بكولين، هنا جانيس فين بدات كتحس بالغيرة، ويعني ولات كتمشي للكنيسة يعني تدينات، وبدات كتحس بالذنب. يعني داك الشيء اللي كدير مع رجلها ولات كتحس بانه ذنب. اش غدير؟ نضت اعترفات للقس ديال الكنيسة، واول ما دارت يعني عيطت في التليفون لكولين اللي كانت خدامة وقتها في داك الوطيل. اول ما سمعتها يعني اغمى عليها، واول ما فاقت هاتفت الوالد ديالها باش يرسل لها تذكرة الرجوع، لان ما عندهاش باش ترجع. كيف قلنا هوكر كانت يستولي على المال ديالها كامل. اما الزوجة ديالو جانيس والقس مشاو يعني عند مشاو لمركز الشرطة باش يبلغوا بهاد الكوارث كلها. هنا جانيس يعني وعدوها على باش تكون شاهدة رئيسية وما غيتابعوهاش في هذه القضية. اش غدير؟ اول ما ورتهم مشاو لمكان الجثة ديال المختطفة الاولى، ومن بعد مشاو للدار هبطوا لاكاف، يعني كيلقاو تماك عدة وسائل التعذيب والحبال اللي مدلية من السقف واحزمة ويعني والصندوق، وكذلك تلقاو عقد العبودية اللي مخلي كولين تمضي عليه. هنا لقاو عليه القبض، وخلال المحاكمة يعني الزوجة ديالو خليت من الجرائم اللي داير الزوج ديالها ولا اللي متابعه هي والزوج ديالها فيه، يعني خلاو سبيلها لان كانت عقدت اتفاق على باش تكون شاهدة رئيسية. اما كامرون هوكر فاخذ حكم 104 سنين بالحبس،
ويعني إلا بعد سنة 2023 عاد يكون عنده حق باش يطالب بظروف تخفيف ولا يعني يسرحه. أما كولين فهي يعني تزوجت ومن بعد ما نجبت طفلين طلقات بدك الرجل وأسست جمعية يعني للنساء ولا جمعية لا للعنف ضد النساء. أما كامرون فمن بعد سنين من الحبس يعني صابوا واحد المرض وطالب بظروف تخفيف. ولكن أول ما كولين سمعت هذا الخبر يعني هضرت مع المحامي ديالها باش ما يسمحولوش بهذا الفرصة ديال ظروف التخفيف ولا يعني خرجوه من الحبس. وهذه كانت قصتنا اليوم. نطلبوا من الله ناخذوا منها شي افاده, والافاده ولا العبره اللي خدينا منها هي بنادم يعني ما يثقش في من مع من ولا يركب. ونطلبوا من الله تكون عجبتكم وما تكونش ثقيل على قلبكم. فلهذا استودعكم الله والسلام عليكم حتى القصه الجايه.